كل الحق علي اللي طاوعتهم. شو في داعي سكر محلي وروح اشتغل بشغله ما بفهم فيها؟ قال ستلايت قال. منيح اللي انقضت بقتلي، والا كانت اكبر من هيك بكتير. فعلا صدق المثل اللي بيقول يلي بيغير كاره بيقل مقداره. لنقوم نتسبب. صباح الخير معلم طيفور. الله لا يصبحكم بالخير انتو الاثنين. شو جابكم لهون؟ انا طيفور الستلايت. ما انت بتفهم بالستلايتات، عامل حالك ما هيك؟ الله لا يوفقك. طبعا بفهم يا معلمي. بعدين انت شفت شلون اشتغل الستلايت عند زبون؟ اشتغل ولا ما اشتغل؟ طبعا اشتغل عند صاحب البيت، بس انقطع عند الجيران كلهم. شو دخلنا نحن اذا الجيران مركبين سلطايتهم على امر عاطل؟ اسمع انت ويا ولا، انا طيفور للميكانيك وبس، فهمان؟ مو ستلايتات، انا للطيفورات تبع الستلايت، فهمت؟ مفهوم معلم مفهوم. انت طيفور البواجي والرفاريف والبسطونات. ها هلا حكيت الصدق. شوفوا معلمي، امبارح وانا نايم خطرت لي شغله كتير منيحه، مربحها مضمون 100% وفيها مكسب كتير منيح. روح اشتغلها لحالك، ما بدي اشوفكم هون منوب. روح انت تاني الحقه. بس انا شو دخلني فيه لحتى الحقه؟ يعني انت انظم منه؟ روح من وشي روح. طوي بالك معلم طيفور، لا تضرب، رايحين مثل ما بدك. نحن بس انا بدي افهمك شغله قبل ما اروح. بالنسبه لطنط ام زكي رايح لعندها فورا انا مشان تسحب منك المصاري. تعال اقول لك انت تاني لك صدقت عم بمزح معك. هات شوف احكي لي على دواء. شو في براسك قول. هلا هيك اختلف الحكي. زكية تعال. مرحبا معلم طيفور. اهلين حبيبي اهلين. سبحان من غير الاحوال. زكية فوت تساوي لنا كاسة شاي، خلينا نمخمخ على رواق انا وعمر. من عيوني التنتين. روح. امي مشوار صغير ما بطول. ايه لوين؟ رايحه لعند طيفور على الورشه، بدي اشوف اخوك اذا عم يروح يشتغل ولا لا. طيب انا حالبس واجي معك لك. لا امي لا تلبسي، انا ما بطول، مشوار الطريق بس. ماشي. بقى معلم طيفور انت بتعرف يعني شغلة السرفيس بتكسب ذهب، ولو ما بتكسب ذهب ما كانت الناس باعت بيوتها وذهباتها ورهنت ارضها وتغربت منشان تشتري سرفيس. ليكو انت شايف على كل خط في اكثر من 1000 سرفيس، والركاب على فمين مين يشيل يا اخي. بعدين انت الله عطاك من حيث انا ادري وانت تدري، واللي ببالي بالك لا يدري. بقى وافق احسن ما خليه يدري. ها موافق ولا يدري. هلا انت عن مين عم تحكوا؟ عن بدري. او معلم طيفور طالما انت معك شهاده سواقه وزكي معه شهاده، نحن بنشتري سيرفيسين وكل واحد منكم بيسوق سيرفيس. ايه وانت شو بدك تشتغل؟ انت روح اعمل شاي روح. انا ما معي شهاده سواقه، بشتغل معاون مع المعلم طيفور. حاضر. برافو عليك، هيك بتريحني من لم الاجره من الركاب. عليك نور، انت بس عليك تقعد ورا الدركسيون وانا بلم الاجره. تعال درويش اضرب الحديد هو وحامي. امشي لعند صاحبك هذا اللي عنده سيرفيسات، خلينا ننقي لنا شيء اثنين جداد ونشتغل عليه هون. يلا تهون روح. طفيت القوه. وينو زكي؟ زكية صحيح هذا عم يساوي شاي جوا. ايه روح ارفع الغلاء ونادي له روح. يلا يلا يلا. ها اجت القوة. تجيك مو اجت جم رقبتك، وينك انت عم نستناك برا؟ سكرنا الغلاء، طفي الدبور ومشي خلصني اياه. لك يلا خلصني المعلم طيفور عم يستنانا، بدنا نروح نشتري السرافياس روح. مثل ما فهمتكم يا شباب، السواقة فن وأخلاق وذوق. نعم. الحمار ما بيوقع بالجورة مرتين. الحكي لك زكي عم تسمعك. لا فسرت. هو عم يقول حمار. اسكت اسكت، حكي لكم انتو اثنين انتو اثنين.
سامعين؟ بكفي الصواب يلي أكلناه بهي تبع الساتلايت. ما بيصير تفرد لحالك بقى؟ نعم. أنت بتركب الميكرو تبعك وبتمشي ورانا، وين ما منروح أفانا. لا بتروح يمين ولا بتروح يسار، مو بغير اتجاه يعني. لا لا خلص، مفهومة مفهومة. اسمع، وانت الثاني بتضل معي وعينك عليه، فهمان؟ فهمان. يلا طلعوا على مكراياتكم وقولوا يا قاصد يا كريم. يا قاصد يا كريم. روح يلا يلا. علمية؟ خير شبك؟ زكي ماله ورانا؟ شو الحكي؟ بلشنا هلا يخالف التعليمات من أولها؟ وينه هاد؟ أنا خايف عليه يا معلمي، هذا ما بيعرف يسوقه. لك شو ما بيعرف يسوق؟ ما قلت لي معه شهادة؟ يا أخي قلت لك معه شهادة، بس ما قلت لك إنه أخذها بالواسطة. ولا شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا ننتظر، إذا ما أجا بدنا نرد نروح ندور عليه. يا حبيبي والله اشتغلنا. صف لك صف. حلوة العطلة مشانه هي. شو بدي اعمل لك؟ انتو بتغلطوا وانا بتعي يا درويش صليح. اخي هذا ما بيتسلم ميكرو، عقله خفيف. لك اذا ما سلمناه ميكرو وشغلناه، وين بدنا نروح من لسان امه؟ امه مزبوط، هي معك حافية، لانه هالرزق هذا كله من مصاري امه. اخلص سيف ينشر رقبتك انت التاني. شو حكينا؟ برعبكي 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 ملاحة ملاحة برعبكي. ولك على مين عم تنادي؟ ما في غير شجر هون. عم بعمل بروفا معلم، ما بدي اجر بولاد. برعبكي برعبكي ملاحة. هلا كان شغال مثل النحلة، شو صار له؟ ما عم بعرف. دفشة زكاتك لأني مقطوع بهالإبلة. دفشة ايه على عيني. لكن ما عم يتحرك ولا عم يليش قصته. شو مو مفضي لسرعة؟ بس لحتى فضي السرعة؟ إلا كان شو، كيف بدنا نحركه؟ بعد هيك. على شو عم تطلع؟ روح دبر لك شوية مازوت، الميكرو ما فيه ولا نقطة مازوت. معك بيدون؟ ما معي بيدون. والله بدك تدبر حالك. يا سيد يا سيد. نعم. زكاتك، أعطيني 50 ورقة. نعم أخي. 50 ورقة دين، يعني بكرة برجع لك إياها لحتى عبي مازوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شرف سيدي، هاي 50 ورقة، الله يسر لك أمورك. خاطرك لحظة، وين بدك تمنيني بـ50 ورقة؟ وين حق البدون؟ أوكي هات من إيدك تضرب أنت واللي عطاك. روح من وشي، ناقصني مجانين. طمنيني شو صار معك؟ رحتي على الورشة؟ رحت. إن شاء الله لقيتيهم؟ لا. يعني مالهم بالورشة؟ الورشة كلها على بعضها مسكرة. يا ربي معقولة؟ طيب أمي مثل ما عم بقلك. أمي ليكون عندهم شي سيارة مقطوعة بشي قرنة بعيدة، ها مشان هيك راحوا. أمي لو كان هذا الكلام صحيح ما كانوا راحوا هن ثلاثة، كان ضل واحد من بيناتهم على الأقل وما سكروا الورشة. بيسكروها أمي بيسكروها، بعدين أكيد عندهم شي شغلة كبيرة كتير حتى طلعوا ثلاثتهم، ها يعني بجوز تصليح شاحنة تريلا قطار أكبر أكبر يعني هيك. ستي ولو أنه أنا مالي مقتنعة بكل هالكلام هاد، يلا يسفلوا. برضاي عليكي أمي، عملي لي لقمة أكل وقت ما طلعت لهلا على ريق بطني. لك على راسي. يا رجلي يا راسي أنت والله. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حشرني ليك؟ وبعدين يعني هي صرنا نص ساعة واقفين ما شرف حضرته. شو أعمل أنا يعني؟ الركاب عم تطير قدام عيوننا وتطلع بالميكرويات ونحن واقفين. ماشي أخي أنا. إيه أمشي روح عطيها وأمشي. خلينا لحالنا كمراكب كمان، شو بدنا أنت منستنى لها زكي؟ خلاص خلاص روح عطيها. شو عطيها انت التاني؟
في أصول. دير بالك طعنا شدار. السواقة في أصول خرس. ايه خرسنا. لا تتكلم مع السائق، ما بتعرفها هاي؟ حاضر سيدي. وعا وعا وعا. دير بالك دير بالك. سمر له روح. كله بيطحش يا لطيف. شو شو الناس هي ما بيعرفوا يسوقوا على فكرة. روح عطيها. ليك هداك راكب. ها طول بالك، إذا ما بجيب لك يا ما بيكون اسمي درويش. ها برابكي هذا هيك. ها تمام الله حيو برابكي. استنى استنى معلم ليكو. ها شوف هدول واقفين. طول بالك هدول أولاد ما له علاقة. هداك 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 هداك. برابكي برابكي مليحة برابكي مليحة برابكي. شرف حبيب الله مليحة برابكي. جيبوا حملوا جيبوا. عمري لساتك لابسه؟ شو وين رايحه؟ بدي اروح شوي لبيت ام زكي. ولي ليه؟ بدي اسال عن طيفور، شوفوا عم يشتغل بالورشه ولا مسكره وعم يشتغل له شي شغله تانية. قلبي مو مطمن. يا امي ما في داعي، هسه بيجوا بتساليهم. ايه ما عم صدقهم، بلش الفار يلعب بيعبي. طيب تعالي تعالي اشربي قهوه هيك ونروق ونحكي مع بعض ونشوف شو بدنا نساوي. الله يرضى عليكي. شو صار معك درويش؟ مطول؟ يلا خالص معلم اطلع انت اطلع. يلا خفة. اخي وصلنا على الكراج وتعشده. لك اخي انت شو اللي بدايك انت؟ اخي وصلنا على الكراج جمعتنا مصرياتنا. لك شو مصرياتنا؟ شرب اخي اطلع خلصنا. روح حرك معلم طافور. روح يلا زكي جاي بخارج. مرحبا يا اختي. اهلا وسهلا. ام زكي موجوده؟ مين ام زكي؟ ام زكي صاحبه البيت. قصدك طيفور ومرته؟ ايه ايه طيفور ومرته. والله باعوا البيت يا اختي وراحوا. شو هالحكي؟ اختي بتعرفي لي وين سكنوا؟ والله ما بعرف وين سكنوا. تفضلي اختي. كتر خيرك. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. برامكي واحد برامكي. يلا ماشيين يا شباب برامكي. يلا ماشيين. واحد برامكي برامكي برامكي. لك اخي ما تمشي، هاي الركاب كامله شو عم تستنوا؟ برامكي واحد يا شباب. معك حق عمي. يلا يا درويش. نعم معلم. يلا عبينا عمي خلينا نمشي. طول بالك يا معلمي خلينا ناخذنا راكبين زياده. لك اخي ما في محل، وين بدك تحطهم؟ اخي محل الضيق بيسع 1000 صديق. طول بالك انت الثاني. ها ليكو اجى الرزق. ها يا شباب لهون برامكي. يلا بدنا ثلاثه. حرك حرك الله شرف. هاي الميكرو جاهز. طعوا لا اخي دبروا حالكم، هلا بيفطر الركاب على الطريق بتطلعوا. يلا روح. اخي لا اختفنا بس وين نحول. لا اخي دبر عاد على ركبته خلصني. يلا جاي جادني. يلا روح معلم حرك. برافكي برافكي واحد برافكي. يوم جينا واحد برافكي. شو عم تحكي امي؟ حماتي باعت البيت؟ هذا الحساب اللي كنت حاسبته. تبيعه؟ شو الهم العظيم يعني؟ ولك انت ما بتفهمي، انت ما بتفهمي شو تبيعه؟ انت وجوزك ما لكم في حصة؟ كمية انا شو دخلني اذا ابو زيد كله على بعضه مهم الموضوع؟ ولك بنتي انتو صفيتوا هلا بلا بيت، واكيد هلا طيفور بيكون ضحك عليها وبيعها البيت ولغط حقه. معقولة امي هلا حماتي بدها تعطيه حق البيت؟ لك بنتي طيفور ما تجوز حماتك على كسمة وطولة وجمالة، اتجوزها لانه طمعان فيها. ايش بدنا نعمل يعني؟ لازم نعرف وين سكنوا وناخذ حق حصتنا من البيت. يا امي نحن شو دخلنا؟ زكي هو صاحب الحق، بيشوف امه بياخذ حصته منا. بالله جوزك مو اجدك، بس ما له عرفان الله وين حاطه. ايه انا اصلا الحق علي، انا الحق علي، كان لازم ما اترك للبيت تتمردح فيه على كيفه، تبيع وتشتري وتقيم وتحط. هذا اللي بسمع كلمتك هيك بصير فيه. ايه قومي من الشي قومي بلا لعي فاضي بلا طعمه قومي.
قصرت بحقك انا؟ قال خيرا تعمل شرا تلقى. كنت قاعدة ببيت حماتك يا لطيف، جبتك لهون دللتك، ولا انت متعودة على الاهانة ما هيك؟ هلا هي اخرتها، هي اخرتها، طلعنا من البيت هيك زميت لا ورانا ولا قدامنا. اضربوا انتوا والبيت سوا. طيفور يلا حرق لك ليكو يا ويلي، اخذون اخذون للركاب. طول بالك انت الثاني، ما بصير هيك، افتح زمورك وقطع عنه. مين لحق غيره حتى نلحقه؟ ما خلالنا ولا راكب. هلا ليكو 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 اي راكب نسلو، يلا طارق طارق تا 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 شرف مني ماشي شرف. طلع تريك اخي تريك، انا ماني طالع. لك شو مالك طالع؟ شو عم تعمل هون لك؟ انا اذا مالك طالع قلت لك ما انا طالع، انا عم استنى واحد هون، ماني طالع. عم استنى هون واحد وينه؟ ماني شايفه هذا اللي عم استناه. لا بيظهر انك ما رح تفهم، روح قبل ما اعمل لك اللازمه. بدك تطلع غصب عنك لانك عم تستنى ميكرو تاني، بدك تطلع مع غيرنا. ما انا طالع. تعا شوف يا معلم. شوفي بدي اطلع بميكرو غير ميكرونا، شو رايك؟ ليش بقى غيرنا احسن منا يعني؟ انا حر. لك شو حرك عمي؟ حمله وطالعه، حمله ما انا طالع. لك روح، لك يا ناس العالم، لك شو روح عمي. برامكي 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 شرف عندي يا سيد، عندي ماشي ماشي انا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام شرف عمي شرف. معلم بدي اخذك طلب. اهلا وسهلا شرف. لك ما بدك تعرف شو الطلب؟ شو الطلب؟ كم سحر بندوره، شويه خس، شويه بقدونس، وكم شوال بطاطا، شو قلت؟ لك على راسي شرف شرف. يلا خمس سيارات على الرقم. شو هالمنطق الاعوج هي؟ طلعتوني غصب عني على الموقف وانا موعد واحد، وهلا بتقولوا لي نزل؟ لك شو انتم مجانين؟ لك عمي لا تطوط بالحكي، لا تكبر كلام، فوق ما طلعناك ولقينا لك محل جاي تطوط كمان فوق راسي. كتر خيرك والله، كتر خيرك، عملت منيح كثير. لك حل عنا يا، اتركنا خلينا نعرف نسترزي. طيب خذوني بطريقكم محل ما جبتوني. بدك تطلع اطلع، هات خمس ليرات وارجع معنا. امري لله، تفضل. وهي خمس ليرات، امري لله. اطلع مرابكي مرابكي مرابكي. يلا عمي معلم حرك، بنعبي النص الثاني على الطريق. يلا روح حرك مرابكي مرابكي مرابكي. هالمترو اللي انت ماشيك مرابكي مرابكي. يلا ماشي يلا. شو بدنا نقعد بين السحاحين؟ لك عمي اطلعوا دبروا حالكم احسن ما تنضغطوا ثلاث ساعات بالطريق. لك اخي ما في محل نقعد. لك اخي دبروا حالكم دبروا حالكم، محل الضيق بيوسع الفستي، اطلعوا اطلعوا يلا. لك اخي انا اخذتك طلب، لك كيف لك تطلعوا؟ لك ليش هيك انت عيونك ضيقه ليش؟ لعمل هالالتزام؟ لك انا الحق عليك، كان بدي اخذ بيك اب بس ما شفت، شو بدي اسوي؟ خلص عمي يلا اتكلنا على الله. الله حيو شرف معلم طيفور، هاي غلت اليوم. اي والله معقول هذا اللي طالعناه اليوم؟ هاي لسه الشمس ما غابت كمان. تعرف درويش هاي الشغله كثير منيحه مبين لكان، حتى تعرف انه درويش ما بيخطط لشغله الا بتزبط تمام التمام. الا هاي شغله الستلايت اللي علقتني فيها، ما حبيتها منوب. ايوه الله حيو ابو هيثم. الله حيي المعلم. معلمية زكي مالي شايفه بالكراج؟ اكيد محمل ركاب وماشي، الله يسره. لكان يلا خلينا نلحقنا شي نقله ثانيه. استنى شوي هلا بيرجع على الكراج. استنى هلا بدنا نقعد نستنى زكي. وينك يا زكي؟ ها ليكو ابن حلال شرف، اذكر الديب وهي القضيب.
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا اترك من ايدك واعطيني الغلة، هات لشوف. حاضر معلم. شرف، هاي 5 ورقات وراح 250. شو هالحكي؟ 250 معلم، يعني عندك 150 غسيل ميكرو و100 حمام سوق. بالله شو؟ عرب لي اياها لشوف هالقصة. عرب لي اياها ولا اعربها. خلاص انت احكي لشوف انت. هي معلم، علقت عندي خناقة بالميكرو واشتغل سف البندورة على ابو الزناب، يعني اذا ماني اكل براسي اكل لي 10 زرار بندورة براسي، هذا وزرستين بقدونس وسليف خس غير الحباشات. رحت على حمام السوق اتحممت وغسلت الميكرو وضليت جاي. الله لا يعطيك العافية. وباقي الغلة؟ على علمك معلم، اليوم الدنيا اول شهر وكل العالم قابضه، كله معه صحيح، يا 500 يا الافات، كل واحد يعطيني ما معي فراط ارجع له الا روح مسامح ما بدي. لك يا خسارة المعلم طيفور فيك، لك وين بدي ودي وشي قدام المعلم طيفور انا؟ لك خجلتني، نحن عم نلملم الزبونات من هون ومن هون من فوق الاساطيح، هذا غير المسبات اللي عم نسمعها، وانت عم تسامح الزباين، لك شو قصتك انت؟ لك يا ريتني بحياتي ما تعرفت عليك، لك يا الله يلعن الساعة اللي تعرفت فيها عليك، لك اخت في الله يلعنك ويلعنه. اروح من وشي تطلع. اي اي خلاص بقى امي. نعم حبيبتي. انت شو قصتك يعني من وقت ما اجيتي من عند ام زكي وانت زعلانه وحزينه هيك ومكتئبه، لا اكلتي ولا شربتي ولك يا بنتي والله رح يطق قلبي. اخوكي وجوزك عم بيطلعوا كل يوم من الصبح ما عم يرجعوا لاخر الليل، ما بدي افهم وين عم يروحوا. امي اكيد عم يشتغلوا عند المعلم طيفور بالورشه. بدريه شوفي لا تشبيها، الورشة عم بقلك شفتها بعيني هي مسكرة. صح امي مزبوط، بس هلأ اكيد بتلاقيهم هنيك. طالما هيك تفضلي غيري ملابسك وامشي روحي معي. ولشو؟ مشان لحتى فرجيكي بعيني انه الورشة ما فيها حدا، مو مشان شي بس مشان تصدقي. ماشي. واحد برامكي ماشي راكب زكي سوي حري خلصني حاجة الأولي. الله يعينه اللي ما عنده ولا راكب، الله يعينه. زكي يتكلم ودرويش يتعلق. راكب معلم شايفه شلون عم يجاكرنا؟ أنا ما عاد فيني أتحمله بنوبة. لك اتركه أنت الثاني الله يسره، آخر مرجوع مصاري لعنا اتركه. مرجوع مصاري فهمناها أنه قلنا، بس أما يجاكرني ما بسمح له بنوبة. أنا اتركه اتركه، هلا بحكي معه انا. يا زكي احكي معه من هون. زكي تعال هون يا زكي، بدي اتفاهم انا وياك. تعال هون. ماني فاضي معلم، ماني فاضي الشغل لفوق راسي. راكب ماشي ماشي. ولك تعال هون احسن ما شرشحك قدام العالم. حاضر حاضر معلم. زيتك زيتك. ما بدك تبطل مشاكل انت وياه ولا؟ معلمي انا عم عبي ركابي، يعني وين المشكلة؟ يلا يا اخونا المقلة عبا مشينا. روح تهون يلا. دعيلي معلم. موفق. ماشيين يا شباب. حدا اخذ المفاتيح من هون؟ لك شو بك زكي ما تحرك، هيك اكتمل النصاب عندها. وشو استفدنا إذا اكتمل النصاب وما في مفاتيح؟ إذا هيك بسيطة زكي، يلا شرفوا شباب، الميكرو الثاني فاضي وفي مفاتيح كمان. لا ما حذرت، أصلاً ما حدا غيرك أخذ المفتاح. لك ما معك مفاتيح وجاي تحكي كمان، يلا شرفوا شباب على الميكرو الثاني، زين؟ انزلوا يلا. لحظة لا حدا أنت، لا حدا أنت. تعال.
يلا أمي خلصينا، صار لك ساعة عم تتغدري. يلا يلا خلصت أمي يلا. أنه أنا اللي بدي أفهمه، يعني نحنا لا لنا رايحين على سهرة ولا على عزيمة ولا على عرس، كله شقفة مشوار على الورشة روحة رجعة. لأنه رايحين على الورشة أنا بديت مكياج. يعني شو السبب؟ أنا ما فهمت. خلص امشي اطلعي قدامي حاج تنقي. لك ليش هيك عملت يا ابو الدراويش؟ اكيد المعلم طيفور بيكون مات. لك اخي تاكد انه المعلم طيفور ما بيموت بهالسهوله، مثل القطاطه بسبع ارواح. لك شلون بسبع ارواح؟ انا شفته بعيني، واقع على الارض وروحه عم تطلع. ما فيك تتاكد من هذا الشيء. اول شيء بدك تتاكد تماما انه طلعت روحه ولا ما طلعت. شلون بدي اتاكد اذا طلعت ولا ما طلعت؟ اخي بدنا ندور عليه، نشوف وين صارت اراضيه عنا، عندكم، شي مستشفى، شي مخفى. شلون بدنا ندور عليه؟ اخي انت الحق البوم بدلك على الخراب، امشي لقلك. تحريشك شو متردد؟ لا تعمل لي مشاكل، هذا التردد مو منيح من شانك. بعدين اوعك تحكي ولا كلمه الا كله من بدوي، ها لا تفضحنا. حاضر. يوا جاهز انت؟ جاهز. يوا نسلم عليكم يا خالة. أهلين وسهلين. شلونك يا خالة؟ الحمد لله. أنا ما هو هون بيت الشيخ طيفور؟ إيه هون بيته. هون بيت. شفت يا قرع البيت؟ عرفت العنوان عني. تنمك ست يوم مفتهم يا ولد. هي بالله حريرك. خالتي نقدر نقابل الشيخ طيفور؟ مو هون. هي هي. شلون هالحجية؟ ما بيتفضل ما بيشرفهم. والله انتم يا اهل الحضر مثل ما تقول ديانه حداد الغناوه. طالب بالعدل لو شنت مظلوم، واظلم لو شنت ببرج عالي. هي صحيح؟ صحيح. وامسك بالغصن، هالغصن اللي بيه تمر بيدي ولحم البراري ما يشفيني. هي واذا كنت تملك القوه انسى عقلي، وان كنت تملك المال انسى اهلي. قول هي هاي هي. أنا جوزي مو موجود وما بقدر فوتكم على البيت. بل 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 تقول جوزها؟ نحن نعرف الشيخ طيفور ما هو متجوز. الشيخ طيفور ما هو متجوز، تراه يضحك عليها وآخذها على طمع. إي بالله على طمع. معناتها المعلم طيفور لساته بالمستشفى. مشي معي لقلك. لوين؟ على المستشفى. لوين؟ هلا بدي أسألك، هاي اللي حكينا معها نحن مو أمي؟ إيه أمك. شلون ما عرفتها؟ لك شلون بدي أعرفها يا فهيم وأنا متنكر؟ ما شاء الله عنك شو ذكي. لك ما غلط لي سماك ذكي أنت. لك بعدين هلا اللي محيرني، شلون انتقل بيتنا لهون؟ بعرف بيتنا عربي وهنيك. إيه مزبوط صح، لازم احكي لك. انا بتتذكر وقت كنا انا وانت والمعلم طيفور قاعدين بالورشه؟ ايه. ما قلت له انا ادري وانت تدري وزكي لا يدري؟ ايه. هلا صار لازم تدري. امشي لاحكي لك. روح. تفضل دكتور. كثير منيح. شو طلع معي دكتور؟ الحمد لله الضربه سليمه. يعني بحسن روح على البيت ما؟ لا لازم ترتاح لنا 24 ساعة حتى نطمن عليك. رحنا خبرنا الشرطة مشان استكمالات إجراءات الحادث. معافى إن شاء الله. الله يعافيك. معافى إن شاء الله. مع السلامة. يا أهلين وسهلين. أخ الله لا يوفقنا دول اثنين. درويش وزكي منين طلعوا لي؟ مالي عرفان. بس أنا بورجيهم. والله لا خليهم يطخوا بالحبوس والله. البيت هلا بتكون بدلوله على الآن علي. على البيت ما في تروح بهالظروف المكركبه. ليش يعني شو بتقصد بالظروف المكركبه؟ لك اخي بجوز يلقطوك الشرطه. ليش شو دخلني انا؟ لك شو نسيت انك انت ضارب المعلم طيفور على راسه؟ بجوز تروح فيها اعدام يا اخي. اعدام؟ لك ايه.
اسمع مني، شو رايك نروح لعند المعلم طيفور على المستشفى؟ على المستشفى نفس الشيء كمان بيلقطوني الشرطة هني. انا ما بخليهم يمسكوك، وبدنا نضيع معالم الجريمة. شلون بدك تضيعها؟ لك امشي لقلك، انا خطرت لي فكرة. اخي انا بدي بعد عنك اصابع الاتهام. شلون بدك تبعدها؟ معافى استاذ. الله يعافيك يا رب. أنسة؟ نعم. عفوا، في عندكم هون بالمستشفى تليفون؟ بدي احكي مع البيت لانه ايه نحن عنا مقسم، بس اذا بدك تصل برات المستشفى بدك تدق رقم صفر. ايه بدق الصفر، ما بتفرق معي انا. ماشي، بس حاعطي الدواء للمرضى وبرجع لعندك. إيه؟ اوكي شكرا. اوكي اوكي. غريب، هاي أول مرة بيتأخر فيه طيفور عن البيت. معقول يكون لساته لهلا بالورشة؟ بس ما قال لي إنه بده يتأخر. واللي إجوا من شوي قال وعدنا طيفور، طالما وعده لازم يكون هلا بالبيت. لا يكون نسي، والله ما بعرف. يا ربي بلشت أقلق عليه، ما رح يجيني نوم. يا ربي دخيلك. لك زبيد، روحك تخربط، ها بتفضحنا. ولا يهمك، مثل ما اتفقنا تمام. ها مشي مشي، روح. تأخر تأخر كتير. معقول معقول يضل هلا بالورشة؟ أحسن شيء ومتصل بهالحرباي وأحكي مع ابني. عمره ما حدا رد ان شاء الله. ها شو امي؟ مين على التليفون؟ ما حدا رد. طيب امي، امي نعمل لك شوي ريحه بدنك. ما بقدر امي، اذا ما اجى زكي ودرويش والله عيني ما بده النوم الليله. فوتي انت تسطحي لك شوي امي، وانا قاعده قدام التليفون. ماشي. مساء الخير. أهلا دكتور، مساء الخير. هذا هو المريض طيفور اللي أكل الدرب على رأسه. Good vigilance مستر تيفوز. هذا الدكتور تشيبس من جامعة كوردون بلو، اختصاصي باستئصال الرحم والسجوءات والإحباسات. تشرفنا، أهلا وسهلا، بس أنا ما معي كل هاي الأمراض اللي قلتها. كيرمج؟ شو قصده؟ قصده خراس، هي مو شغلتك. حاضر. بين تلونز، ايش لسبيش؟ شو يعني؟ يعني عم بيقول لك اشلاح البنطلون لحتى يفحصك. ليش يا اخي اشلاح البنطلون؟ انا ضربتي براسي، شو دخل البنطلون؟ درقن درقن كيرمج، عصبته كتير كتير، عصبته للدكتور، ونحن ما منقدر نزعله لأنه ما في غير اثنين مثله دكاترة، هو والدكتور ديربي. نفس. أمر إلى الله. كمان كمان اكسرسايز ناين. شو يعني؟ يعني التمرين التاسع. نفس. شو الحكي؟ شو أنا قاعد بدورة أغرار ولا بمستشفى يا أخي؟ هاي بوكيمون ساردك بيكاتشو موكلي. يعني نفذ ثم اعترض. يلا عمل مثلي، ايديك لفوق فوق، لا على راسك. يلا هوب. 1 2 1 2 1 2 1 2. ليش تريدك؟ ستوب ستوب مستر تيفوز، مرشي وكاكاك. شو قصده؟ شو بده؟ يعني مشيت البطة نفذ. أنا بعرف يمشي مثل البطة، ما لي شايف البطة غير بالصور. لا تناقش، نفذ مثلي هيك. يلا 1 2 2. مشهور. مين انتو؟
أنا زكي، أنا زكي سيدي، وهذا الدكتور شيبس أصلي درويش هذا سيدي. يخرب بيتكم، هدول أنتو سيدي، هدول اللي ضربوني على رأسي ولاحقيني لهون على المستشفى، بدهم يخطوا علي، بدهم يصرفوني، لأنه الحمد لله اللي جيتوا بالوقت المناسب يا سيدي. شكرا لكم. اشلحوا الأواعي، يلا معي على المخفار. الحمد لله اجت الشرطة بالوقت المناسب، لكان لأنيتي صافي أنا، الله ما بده يضرني. وك 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 وك. يعني كنت ناوي تضرب درويش بالعصاية؟ نعم سيدي، يعني كان من المفروض إنه العصاية تضرب رأس أخي وحبيب قلبي وابن حماي أبو الدراويش. أنا بشكر لطفك أخي زكي، على رأسي أنا، تسلم لعينك. خلاص أنت كمل أنت. وأنا عم بهوي يا سيدي، يعني أنا عم بضرب بالعصاية، وإذا به نبق رأس تيفور بدل ما ينبق رأس حبيب قلبي أبو الدراويش. هذا اللي صار. طيب ليش عم تتخانقوا على الركاب طالما الميكروين لنفس الشخص؟ يعني شو بتفرق؟ سيدي بتفرق كتير. شلون ما بتفرق؟ هاك فهمني لشوف شو بتفرق. سيدي أنا وأخي زكي عم نشتغل على الإنتاج، يعني كل ما منطالع أكتر كل ما مناخد أكتر، كل ما لقطنا زباين أكتر منعطيه للمعلم طيفور أكتر، يعني على حسب الحسبة والتحاسب. أيوة قلت لي على مبدأ الحسبة والتحاسب. نحن ما دخلنا سيدي، الله وكيلك ما دخلنا، طيفور عنده يطالع حق الميكرويين خلال 6 شهور. طالما ظهر الحق سيدي ويعني زهق الباطل وتبين انه صهري زكي هو الجاني، يعني في مجال انه تفضلوا استلموه انتو لحتى لينال عقابه، وانا بالنسبة لي يعني ما بقدر اتأخر من هيك، تسمحوا لي بدي امشي. لوين معقول تروح هيك بدون ما نستضيفك فنجان قهوة؟ اذا شغلة فنجان قهوة هي بسيطة، شرف اخي زكي نشربنا شي فنجان نحن وزياد المساعد. لا رتيب عدنان؟ نعم سيدي. خذوا نصية للشباب قهوة بس بيحبوها سكر زيادة. لا ما في داعي نشربها هون سيادة موسى. قوم اتحرك لك. قوم قدامي لشوف. يلا عفوا أنسة، تأخرت علي بالنسبة للتليفون. أنا آسفة كتير، تفضل استخدم التليفون بس لا تنسى تضربه الصفر. ايه بضربه للصفر. إجا الخط. طيفور غلي قلبي عليك، وينك انت؟ نعم بالمستشفى. شوفي نعم حادث خير ان شاء الله. حادث شو؟ طيب طيب ايه 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 هلا رح البس وجي لعندك دغري. عم بقول انه في شيء. يا زكي لك شبك ليش ما عم ترضى تحكي معي؟ اخي اذا من شان مفتاح الميكرو شرف، انا نسيت اعطيك اياه وقت الخناقه. مفتاح الميكرو؟ شو بعد ينفع المفتاح؟ ما كل المصايب من تحت راسك انت. شوف زكي حقي طالع نازل ما بدي اياه، واصلي معي لهون بمت. اصلا انت السبب، لو انك رضيت انه تعطيني الركاب ما كان صار معنا هيك، ولا كان المعلم طيفورا انضرب على راسه، فهمت؟ هلا انا اللي طلعت السبب بالاخير. ايه شو صار معك انت اصلا؟ لا وراك ولا قدامك، بس العتها علي انا. شو بتكون عم تعمل بالدوره هلا؟ مش لا بدك تنام بلاي، بعدين مين بده يحط لنا العشاء؟ مساء الخير يا عمري انت وياه. مساء الخير. خير؟ ليش عم تتنقروا مثل الديك والدجاجه؟ هات لشوف. هو السبب اللي خلانا نجي لهون. ها احكي لي لشوف شو صاير معكم. احكي له شرف، احكي له شو صاير معنا. ايه اهلين وسهلين بالشباب الطيبين. لك على راسي، على راسي النغم كله. دستور يا حبيبي.
بدك تطول بالك؟ هات لشوف، احكي القصة من طقطة لسلام عليكم. احكي له. لا سيدي احكي له انت، من اول ما فتنا للسجن ولسانك ما فاتح حلقة، شر فش خلقه. ماشي لح احكي لك اخي. يا سيدي انا واخي هون عم نشتغل على السراويل، وهي الشغلة بتكت مزاريب دهب. انا تكتت علينا مزاريب السجن كله. طيارة من هون وطيارة من هون. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا ابن عمي، الحمد لله. الله يسلمك يا رب. بس ما قلت لي مين اللي ضربك؟ هدول اثنين مقصوفين الرقبة، درويش وزكي ابنك. يو، شو الحكي؟ معقول؟ ومشان شو؟ تخانقوا مع بعضهم، ووقت فت بيناتهم بدي خلصهم، ما حسيت إلا عصاية إجت بنص راسي، وبعدها ما حسيت حالي إلا هون بالمستشفى. يعني هدول ما رح يبطلوا مشاكلهم؟ لا والأنكى من هيك، إجوا لعندي لهون على المستشفى وعملوا لي دورة أغرار، قلوا لما إجت الشرطة بالوقت المناسب وأخدتهم كنت هلأ بخبر كان. أخدتهم الشرطة؟ يعني ابني صار بالسجن؟ إيه نعم بالسجن. يا حسرت عليك يا ابني، ما بتجيك المصايب إلا من أقرب الناس إلك. يعني زعلتي على ابنك اللي فشني وما زعلتي على جوزك المفجوج؟ يا طيفور يا ابن عمي صلي على النبي، اللي منقوع بالسجن ابني، ابني مو واحد غريب. ايه معلش طولي بالك وقسي قلبك، خليهم يصيروا رجال كلهم يومين ثلاثة وبيطلعوا، مو مشكلة بركي بيتربوا.